يا مساء الفل على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان، مساء الفرحة، مساء السعادة، مساء الإنجازات، مساء البطولات. 12 بطولة إفريقية، 12 كأس للأميرة السمراء في قلعة البطولات، قلعة النادي الأهلي. مش بنتكلم بس على البطولات، دي البطولة أصبحت خلاص دلوقتي اسمها دوري أبطال الأهلي. من كتر البطولات ومن كتر الإنجازات الحمد لله والفضل لله الأفارقة، كل الناس بتقول على البطولة دلوقتي اسمها دوري أبطال الأهلي، مش دوري أبطال إفريقيا. خلاص أفريقيا ليها ملك واحد، ليها زعيم واحد، ليها غول واحد، هو النادي الأهلي. مين في القارة قد النادي الأهلي؟ مين في القارة قد فرحة جماهير النادي الأهلي؟ الإنجازات والبطولات والانتصارات والأرقام التاريخية، إنجازات على أعلى مستوى. اسم مصر اترفع عالي جدا في جميع المحافل بالأمس وفي كل وسائل الإعلام بعد فوز الأهلي بالبطولة الأغلى والأهم، دوري أبطال إفريقيا، والمشاركة لأول مرة في بطولة جديدة مستحدثة من الاتحاد الدولي فيفا، بطولة الانتر كونتيننتال. أكيد حدث كبير جدا. النهاردة برنامج الترند مش هنقول بنحتفل بس بالبطولة للمرة الرابعة من خلال برنامج الترند، ده احنا كمان بنحتفل ب 12 لقب قاري. هنتكلم في الكواليس، هنتكلم عن التفاصيل، هنروح ونيجي ونشوف الاحتفالات، هنشوف السوشيال ميديا تفاعلت ازاي. النهارده حلقه استثنائيه بشكل كبير جدا عن انتصار الاهلي بدوري ابطال الاهلي، البطوله رقم 12، وعلى طول الناس اشتغلت بالهاشتاج البطوله 13 يا اهلي. ده احنا كمان مش بنتكلم على 13 بس، ده لسه كمان في سوبر افريقي، لسه في بطوله ومشاركه دوليه مع الفيفا في اقل من سنه لمرتين. بطولة دولية مع العين الإماراتي، مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي، لسه مستمرين لو وصلنا للسيمي فاينل والفاينل، وبعدها كمان إن شاء الله بعد أقل من 6 شهور هنلعب في كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية. حلقة مليئة بالكواليس والإنجازات، عشان كده ببدأ وبقول مبروك لجماهير النادي الأهلي أصحاب الفرح، مبروك لمجلس الإدارة، الجهاز، اللعيبة. الكل امبارح كان بصراحة شابوه، الكل امبارح كان بيلعب عشان يكسب، بيلعب عشان يفرح جمهوره. اللي امبارح جمهوره أو جمهور الأهلي كان هو صاحب الفرحة، هو صاحب اللقطة، هو اللي عمل كل حاجة عشان الأهلي يفوز بالبطولة الإفريقية. طبعا الحلقة زي ما قلت لحضراتكم فيها كلام كتير، بس محتاجين كمان جمهورنا يشارك معانا في الإجابة على الرسالة اللي طلبناها من كل الناس، كل الجماهير المصرية والعربية والأهلاوية في كل حتة. يدخل ويوجه رسالة للاعبي الأهلي والجهاز الفني بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ12. هنستعرض بإذن الله أكبر قدر من رسائلكم الإيجابية اللي كان ليها مفعول السحر من امبارح وأول امبارح وحتى في ملعب المباراة في استاد القاهرة الدولي من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا في الجزء الأخير من برنامج الترند. ولكن قبل ما نطلع لفاصل تعالوا نشوف النهاردة أهم العناوين. البداية في ترند الأهلي، الأهلي يواصل كتابة التاريخ، وكمان تتويج الأهلي باللقب الـ12، حديث أفريقيا والعالم، وأخيرا الجماهير تطالب بالـ13 يا أهلي. ده كده كده احنا متعودين على كده. فاصل ثم نواصل. ايه الجمال والشياكه دي؟ 12 بطوله مع 12 كابتن تاريخي على مدار تاريخ النادي الاهلي منذ عام 82 حتى عام 2024. عشنا لحظات وشفنا بطولات واحداث تاريخيه، قيم ومبادئ وتاريخ كبير جدا سطروا النادي الاهلي في القاره الافريقيه. عشان كده دلوقتي معانا واحد من اللي عاشوا كل هذه الاحداث الجميله، كل هذه البطولات الكبيره. مجلس إدارة النادي الأهلي اشتغل شغل كبير جدا في السنوات الأخيرة عشان نشوف في النهاية الصورة الجميلة اللي العالم كله بيتكلم عليها والفيفا النهاردة كتب عليها كمان. معانا على التليفون دلوقتي المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق مجلس إدارة النادي الأهلي. يا باشمهندس منور الدنيا وسعداء بوجودك معانا على شاشة قناة الأهلي، وألف ألف مبروك. حبيبي يا محمد، ألف ألف مبروك عليك، وسعيد أكون معاك في قناة الأهلي، وسعيد بكل الانجازات الحمد لله رب العالمين، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيوفقنا فيها. اهلا بيك واهلا بالساده مشاهدين قناه الاهلي الكريم. منور الدنيا في بيتك اكيد قناه الاهلي، واكيد محتاجين نتكلم على كلام كتير. اول حاجه الفرحه امبارح والحدث التاريخي بوجود اعضاء الاتحاد الافريقي والمشهد الجميل اللي شفناه في الاستاد، والكل امبارح كان على اعصابه. عشت المشهد ازاي وشفت المشهد ازاي امبارح في استاد القاهره؟
والله بص يا محمد، انا عايش على اعصابي من بعد صفاره نهايه ماتش رادس. كلنا عايشنا على اعصابنا، لان زي ما بنقول دايما النتيجه بتاعه 0-0 دي انا بعتبرها يعني اصعب نتيجه في دور، يعني بتبقى بره بلدك او بره ملعبك، لان انت عارف اي جون يجي فيك يبقى انت محتاج تجيب جونين، لان التعادل الايجابي بيبقى انت كده الاحتماليه صحيح بتاعت فوز الخصم 2 وانت احتماليه بتاعك واحده بس لازم تكسب، لكن هو لو تعادل ايجابي او كسب فهمتني، فدايما النتيجه 0-0 بره البلد او بره ملعبك بتبقى نتيجه صعبه شويه. عشان كده احنا كلنا كنا على يعني اعصابنا. الكابتن الخطيب قال من بعد الماتش، والله اول راح مجامع اعضاء مجلس اداره الزملاء بتوعنا كلهم اللي كانوا موجودين في رادس، قال يا جماعه الماتش الجاي ده اصعب من الماتش ده بكتير، انا عايز الناس كلها يعني ما يعني تعيش الناس ان المباراه صعبه والماتش لسه فيه 90 دقيقه اصعب من دول، فلازم الناس كلها تعيش في هذه الاجواء. ويمكن حتى كلنا كنا من اول ما رجعنا كنا يعني كلنا شغالين في اتجاه واحد بس، ازاي ان اللعيبه بتاعتنا اولا تبقى خارجه بره اي ضغوط عصبيه، وفي نفس الوقت احنا كنا بنشتغل لان كنا لازم نظهر مصر بطليق بحاجه تليق باسم النادي الاهلي اللي هو سفير مصر وتليق تنظيميا بمصر في هذه المباراه. ومثالي اللي حصل في هذه المباراه تنظيميا الحقيقه يعني عشان قد كده كانت الناس كلها شغاله على قلب رجل واحد انها تظهر مصر بهذا المنظر العظيم. ربنا سبحانه وتعالى كلل هذا المجهود ان ربنا يكرمنا ونحتفل كلنا ونتوج بال 12 ونبقى زي ما بنقول سيد اسياد افريقيا. والحمد لله رب العالمين، ده كرم كبير من ربنا وتوفيقه، لان كل المنظومه بتاعت النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب ده اصغر واحد بتشتغل على قلب رجل واحد، ازاي تسعد 80 مليون اهلاوي وازاي دايما يبقى النادي الاهلي هو رقم واحد، لان النادي الاهلي ولد ليكون رقم واحد. الحمد لله. الصوره اللي قدام على الشاشه يا باشمهندس، ممكن الناس تعتقد ان النتيجه دي ممكن يوم المباراه، اجتماعات ليله المباراه، ولكن في الكواليس كان عندكم اجتماعات على مدار اكتر من اسبوع في اليوم مش اقل من 5-6 ساعات، كانت مرحله صعبه جدا يا باشمهندس اكيد. بص الكابتن خطيب، يمكن احنا كلنا كنا عايزين يعني او كابتن كانت توجيهاته كلها، والحقيقه انا لازم اشكر الاداره التنفيذيه برئاسه الدكتور سعد شلبي وكل الناس القائمين على الاداره التنفيذيه ان ازاي التنظيم يليق اولا باسم مصر ويليق باسم النادي الاهلي اللي هو زي ما قلنا سفير سفراء مصر رياضيا. فالحمد لله كانت كل الناس والكابتن خطيب بنفسه كان بيشرف على كل صغيره وكبيره، ما فيش حاجه ثابت للاهواء، كله كان منظم وكله كان ماشي ببلان معين. والحقيقه برضو لازم نشكر اجهزه الدوله أكيد. اجهزه الدوله كلها بدون استثناء كانت يعني داعم لهذا الموضوع، لان في الاخر دي سمعه مصر، واحنا كنا يعني حريصين جدا ان التنظيم بتاع نهائي افريقيا او يعني الفاينل بتاع تشامبيونز ليج ده يظهر مصر بصوره تليق بهذا الحدث وهذا المحفل، ويمكن بشهاده الجميع سواء من ماتسيبي او الناس بتوع الاتحاد الافريقي، بالتالي التنظيم اللي حصل والمشهد بتاع توزيع الجوائز، وكانت حاجه الحقيقه ان دل على شيء يدل على النادي الاهلي يقدر ينظم اي محفل عالمي على اعلى مستوى، ودي بشهد الجميع، وده يعني كرم كبير من ربنا، ويدل على ان الناس كلها عندنا في النادي الاهلي بتشتغل زي ما قلت لك لخدمه الكرسي اللي هي قاعده فيه وليس لخدمه نفسها، كله بيشتغل ازاي النادي الاهلي يظهر بصوره تنظيميا على اعلى مستوى، وفي نفس الوقت ازاي ان احنا نسعد 80 مليون اهلاوي، لان في الاخر زي ما قلت لك النادي الاهلي وجماهيره الحقيقه ما بيرضاهاش الا انها تكون رقم واحد، والحمد لله رب العالمين توفيق ربنا ونيات الناس اللي شغاله كلها نيه طيبه، فربنا سبحانه وتعالى دايما يعني بيكبر بخاطرنا، والحمد لله ان ال 70,000 اللي كانوا موجودين امبارح رجعوا مجبورين الخاطر وتوجنا بال 12، ودي بطوله بالنسبه لنا غاليه جدا جدا في توقيت مهم جدا. اكيد. طيب في سؤال بيفرض نفسه يا باشمهندس على فكره، بعد مرحلة 2017 ل 2019 كيف نجحت منظومة النادي الأهلي في استعادة الأمجاد واللعب على النهائيات 5 سنوات متتالية والفوز بالبطولة في 4 مرات؟ أكيد كانت مرحلة صعبة،
بس في الكواليس كان في شغل كبير جدا. السؤال ده بيفرض نفسه حتى على الشارع الاهلاوي، ازاي المنظومه قدرت ترجع بسرعه وتفرض نفسها على الخريطه الافريقيه في الوقت القياسي ده؟ والله بص يا محمد، خلينا نتكلم. يعني النادي الاهلي ولد من 1907 على مبادئ وعلى قيم وعلى احترام الكبير او احترام الصغير قبل الكبير، وان ازاي يشتغل بطريقه محترفه. الحمد لله النادي الاهلي كان يعني النادي الوحيد في مصر اللي كان يعني شارك في كاس العالم للانديه 9 مرات. النادي الاهلي اوريدي عنده يعني الحمد لله يعني الخبره العالميه اللي تخليه دايما يمشي بطريقه محترفه، وهو ده اللي بيفرق ما بين نادي ونادي، انك انت ازاي تبقى مطلع وازاي انك انت بتشتغل باحترافيه وازاي انك انت يعني ما يعني اجيال بتسلم بعض. مظبوط. كلها بتشتغل في شانل واحده، بس اي حد بيحيد عن الشانل دي ما بيقدرش ينجح او يقدر يستمر في النادي الاهلي. احنا عندنا رؤساء عظماء حقيقه من 1907 لغايه النهارده، متهيألي كلهم كانوا بيشتغلوا حبا في النادي الاهلي، كل الناس كانت بتشتغل، كلهم ابناء من ابناء النادي الاهلي. يعني انا الحمد لله شرفت ان انا اشتغل مع اسطوره ومرجع الاداره الرياضيه في مصر الكابتن حسن حمدي، ثم بعد كده الكابتن محمود الخطيب اللي هو الوحيد اللي في المنظومه دي كلها كان ممثل النادي الاهلي سواء لاعب او اداري او رئيس نادي في ال 12 بطوله اللي اتحققت. فالكلام ده ما بيجيش من فراغ، الكلام ده بيجي من خلال شغل وجهد كبير جدا ونيات صافيه بتشتغل كلها حبا في الكيان والمؤسسه العظيمه اللي فضلها علينا. والحمد لله زي ما قلت، طول ما النيات كويسه وكل ما الناس بتشتغل لمصلحه المكان ولمصلحه الجمهور ومصلحه الاعضاء الجمعيه العموميه فقط وما بتبصش لحاجه ثانيه، لازم ربنا سبحانه وتعالى بيكلل هذا المجهود وهذا الـ 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 يعني الاحترافيه بـ 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 بنصر كبير قوي. أكيد. وكرم منه سبحانه وتعالى. اخر حاجه بقى يا باشمهندس، وبما اننا بنتكلم على الفيفا، نجهز بقى لبطوله الانتر كونتيننتال نسخه جديده من الفيفا مونديال انديه في الولايات المتحده الامريكيه ان شاء الله. يا رب ان شاء الله يا محمد، ويا رب دايما كده يبقى دايما بنسعد زي ما قلنا جمهورنا العظيم اللي هو محتاج مجهودنا كله وكل الناس، سواء لعيبه سواء اداره سواء جهاز، كل المنظومه الرياضيه او كل المنظومه في النادي الاهلي بتشتغل لهدف واحد بس، ازاي نعلي شأن ومؤسسة وكيان المحترم اللي احنا بنمثله، وازاي نسعد جماهيرنا واعضاء جمعياتنا العمومية. والحمد لله مش بس في الكورة، لازم برضو نقول ان احنا السنتين اللي فاتوا دول حصلت طفرة في النشاط الرياضي، ان دل على شيء برضو يدل ان احنا بس ما بنفكرش في كرة القدم. طبعا كرة القدم هي الاساس، لكن في الاخر النشاط الرياضي بتاعنا الحمد لله حصاد البطولات اللي حصلت في خلال السنتين اللي فات غير مسبوق، والحمد لله. يعني ده بفضل برضو الإدارة المحترفة بتاعتنا، إدارة النشاط الرياضي. كل الناس الحقيقة شغالة عشان زي ما قلت لك نمرة واحد يبقى النادي الأهلي نمرة واحد، وفي نفس الوقت نسعد إزاي جماهيرنا العظيمة بإذن الله. مهندس خالد مرتجي، أمين صندوق مجلس إدارة النادي الأهلي، أنا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا، وتصريحات هامة جدا في توقيت مهم من تاريخ النادي الأهلي. شكرا لك يا باشمهندس، وزي ما شفت حضراتكم بالتاكيد الفرحه كبيره جدا في كل ارجاء مصر وفي قلعه البطولات في النادي الاهلي على كل المستويات، مجلس اداره، جهاز فني، لعيبه، جمهور. لسه الفرحه مستمره ولسه الكواليس معانا. نخرج الى فاصل ثم نواصل. فرحه الفوز بال 12 فرحه لا توصف. الناس كانت فاكره الفرحه بس في استاد القاهره، ده امتدت كمان لغايه أسر اللاعبين وكل الأصدقاء بالتأكيد للاعبي فريق النادي الأهلي. امبارح إمام عاشور فرحته كانت كبيرة جدا، أول لقب دوري أبطال إفريقيا ليه مع النادي الأهلي، وأنا فاكر كمان وقتها محمد هاني قال له لما تخش الأهلي وأنت لسه في أول سنة أكيد معاك بطولة إفريقية. إمام عاشور امبارح زي ما احنا شايفين من خلال الشاشة على طول توجه من الاستاد إلى المنزل وكان بيحتفل بعيد ميلاد والدته، وعيد ميلاد والدته كان تورتة البطولة، تورتة البطولة الإفريقية. ألف مبروك يا إمام، تاريخ جديد ليك مع النادي الأهلي، تاريخ مهم جدا ليك مع النادي الأهلي. كل سنة وأسرة إمام عاشور بخير، كل سنة ووالدة إمام عاشور بخير، وإمام عاشور نقول لك ألف مبروك الفوز بالبطولة الإفريقية وإنجازات جديدة وكتيرة الفترة اللي جاية. فاصل ثم نواصل.
تعالوا بقى نشوف مين صاحب الكرنفال والفرحه دي كلها امبارح في استاد القاهره. مين امبارح اللاعب رقم واحد في مباراه الفاينل بين الاهلي والترجي؟ جماهير النادي الاهلي. امبارح جمهور النادي الاهلي عمل كل حاجه زي ما انتم شايفين، دخله تاريخيه بعنوان اذا حضر ملك اللعبه ينتهي دور المزيف، والنصر غاضب من الكلام الكتير، النصر زعلان من الكلام الكبير، ولكن في النهايه النصر كتب كلمه النهايه والفوز بالبطوله الافريقيه. امبارح جمهور النادي الاهلي زي ما احنا شايفين على الشاشه اهازيج واغاني وتشجيع من اول دقيقه، نسمع صوت الجمهور معانا واحنا بنتكلم على فكره والاغاني اللي بتتقال بالدم بالروح، افريقيا مش هتروح. هذا الكم الكبير امبارح في استاد القاهره الدولي، ما لا يقل عن 70,000 مشجع. يعني انا عايز اقول لكم تاثيرهم على فريق الترجي التونسي كان ظاهر جدا من اول دقيقه. شوفوا كره رامي ربيعه دخلت هدف ازاي، لاعب الترجي اللاعب التوجولي الكره خبطت في رجليه ما قدرش يبقى في توازن، خبطت في رجليه دخلت هدف في اول 3 دقايق، والترجي اخر 9 مباريات ما دخلش فيه اهداف. الناس دي الجماهير العظيمه دي هي صاحبه الفرح، الجماهير الكبيره دي هي صاحبة البطولة في المقام الأول. دايما بنقول وبنعيد الكورة للجماهير، جماهير النادي الأهلي مبروك ليكم وعليكم، النادي الأهلي بطل إفريقيا البطولة الـ 12 وبإذن الله تبقى التاسعة في السوبر الإفريقي. دايما بتصادف التاسعة مع الزمالك، لكن لما نشوف التاسعة في السوبر مع الزمالك خلال الفترة اللي جاية. مبروك للأهلي وجماهيره. نطلع لفاصل ثم نواصل. من الحاجات الممتعه واحنا بنتابع السوشيال ميديا وكلامها على البطولات الافريقيه وتاريخ بطولات الاهلي مع الكاف، الاتحاد الافريقي اتكلم على اكثر اللاعبين تتويجا بدوري ابطال افريقيا. بدا ان الاهلي هو صاحب اللقب الاكبر 12 بطوله، وبعديه على طول 3 من نجوم النادي الاهلي، رامي ربيعه والصخره وائل جمعه وحسام عاشور كابتن الاهلي السابق. 6 بطولات اكثر من الترجي ومازيمبي والزمالك والوداد وفرق قويه وعتيده داخله في منافسه قويه جدا مع النادي الاهلي. الاهلي تاريخه مش تاريخ بس على مستوى الانديه، ده حتى كمان على مستوى اللاعبين، عنده قاده وعنده كباتن حققوا البطوله 6 مرات، انجاز كبير جدا. طب تعالوا بقى نشوف رسائل الجماهير اللي احنا طلبناها منهم قبل او قبل ايه؟ ده قبل وبعد. تعالوا نشوف الناس بتعلق وبتقول ايه بعد الفوز بالبطوله. اولا دكتور جيلان علي بتقول السعاده والفخر اللي حاسين بيه ما يتوصفش، فكلمة شكرا قليلة عليكم لعيبة وجهاز فني ومجلس إدارة ولكل فرد داخل جدران القلعة الحمراء، شكرا جزيلا يا دكتورة. طب نروح للرأي التاني اللي معانا، مصطفى طاهر بيقول خالص الشكر والتقدير للاعبين والجهاز الفني وكابتن بيبو ومجلس الإدارة، وقبل كل ده خالص الشكر والتهاني لجماهيرنا العظيمة على التحفة الفنية والتشجيع المشرف والحضور الراقي المتميز، وإن شاء الله ربنا ما يطحق عادة إن شاء الله بإذن الله يا درش. آخر تعليق معايا بكار بيقول شكرا لأنهم كانوا رجالة وأدوا المسؤولية وفرحونا، شكرا للجهاز الفني كله بقيادة مستر كولر، شكرا مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب، شكرا ليهم كلهم وإن شاء الله مزيد من الأفراح. وطبعا مبروك لجمهور الأهلي كله، ودي صفحة واتقفلت ونركز في اللي جاي بقى وال 13 يا أهلي. مش قلت لكم الهاشتاج هيبدأ يشتغل على ال 13؟ ال 13 يا أهلي والتسعة في السوبر، والحلقات اللي جاية عندنا كواليس على موضوع السوبر الإفريقي وفيها مفاجآت مدوية. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وغدا بإذن الله لقاء جديد عبر برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.